الدوري ديالنا ديال رمضان. الدوري اللي عندنا حنا هنا واحد التراث اللي تقريبا العمر ديالو بهذا العام كيكمل 39 سنه الحمد لله. كيبقى جيل وراجل انا انه كاين واحد الجيل اللي كيبقى يسهر على التنظيم ديال هذا الدوري. الحمد لله كاين انا دابا وكاين بصفتي عضو رئيس جمعيه العهد الجديد للرياضه وبالاعضاء ديال الجمعيه كنشكرهم ايضا على التعاون ديالهم معنا. كنشكروا الحضور, كنشكروا الساكنه, كنشكروا المنطقه كامله على هذا العرس الكروي اللي كيتنظم في المنطقه عندنا. بالنسبه للدوري عندنا الحمد لله انه داز في جو جميل جدا في الايام المباركه. الحمد لله اننا ما تسجلت عندنا حتى اي انفلات امني او شي واحد طرات لي شي حاجه او الحمد لله كل شيء داز على احسن ما يرام. ومره اخرى كنبغي نشكر الجمهور والساكنه ديال المنطقه حيت بهم باش كينجح الدوري. لعبنا الفينال ودزنا في هذا الفينال وربحنا, وكاينين الدراري تبارك الله مزيانين ومواهب تبارك الله مزيان في هذا الحيم ولا شي. اول حاجه كنبغيو نقولوا عيد مبارك سعيد للامه الاسلاميه, كنبغيو نشكروا الناس اللي نظموا التورنوا, وكيف ما شفتي راه من بدايه رمضان وحنا كنتقاتلوا على التورنوا حتى جاب الله تيسير في هذا الفينال. وان شاء الله اش غادي نقول لك, الحيم ولا رشيد راه ما فيش غير الشغاب, راه فيه الناس اللي كويريه, في دكاتره, في مهندسين, وكنشكروا الناس المنظمين. وما هذه الا بدايه, وما هذه الا بدايه ان شاء الله باش نبينوا باللي منطقه حيم ولا رشيد راه ما فيهاش غير الاجرام وما فيهاش غير الشغاب.